23 من سبتمبر من عام 1982 أصبحت السلطنة عضواً في مجلس وزراء الداخلية العرب وفي مجلس وزراء العدل العرب وفي مجلس وزراء الإسكان العرب. الثالث والعشرون من سبتمبر من عام 2003 تم تعديل مسمى لجنة الأمن الوطني إلى مجلس الأمن الوطني بموجب المرسوم السلطاني رقم 63 على 2003. يختص المجلس بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني، كما صدر في نفس اليوم قانون محكمة أمن الدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم 64 على 2003، والذي نص على أن محكمة أمن الدولة هيئة قضائية مستقلة.